نرحب بحضراتكم مره كمان، وخلينا دلوقتي نروح لدوري ابطال اوروبا. وامبارح اللي تابع الماتش فعلا محمد صلاح قدم مباراه رائعه، مش هقول ليفربول، هقول محمد صلاح قدم مباراه رائعه مع فريقه ضد نابولي. طبعا لا ماتش ولا اروع، الواحد بيستمتع فعلا هو بيتفرج على دوري ابطال اوروبا، يعني التاكتكس واللعب والباسات لا حاجه انتوا عارفين بقى، مش هكمل. بس المهم اللي يهمني في الخبر ده ان محمد صلاح سجل هدف، وبكده لو احنا هنتكلم تاني بلغه الارقام هو تصدر قائمه هدافين دوري الابطال لغايه هذه اللحظه برصيد 7 اهداف، يعني بفارق هنا هدف واحد عن مبابي طبعا نجم باريس سان جيرمان. طيب الحقيقه اللي انا عايز اقوله ان رغم ان طبعا زي ما احنا برضو عارفين ليفربول بيقدم أسوأ مواسمه في يعني في الدوري الإنجليزي، للأسف الشديد إن الواحد طالع بيقول كده، بس هو فعلا موسم سيء جدا على ليفربول ده من جهة، بس على الصعيد الآخر صلاح مخلي الفريق فعلا في حتة تانية في دوري الأبطال، ده برضو بلغة الأرقام. فاللي يجي يقول لك صلاح ماله ومش عارف إيه، لا صلاح مالوش، صلاح لحد دلوقتي أرقامه رائعة حقيقي رائعة، لكن ليفربول عادي زي ما كنا بنتكلم بيحصل هذا الدروب، او بتحصل ان في انديه بتبقى واخده ان هي بتمتع جماهيرها ان هي بتحصل على رانكينجز معينه، وبعد كده بيحصل لها دروب موسم او اثنين او غيره بتحصل. يعني شفنا ده مع ليفربول، شفنا ده مع مانشستر يونايتد، شفنا ده كمان مع باريس سان جيرمان في بداياته ما كانش موفق تماما رغم كل هذه النجوم اللي بيجمعهم، لكن ما كانش موفق تماما. دلوقتي ممكن الوضع شويه اختلف مع بي اس جي، لكن قبل كده لا. فبتحصل، شفنا برشلونه اكبر مثال يعني. على كل حال ده يسعدنا، تاني هرجع اقول ارقام صلاح ارقام محترمه جدا، وتاني اللي يرجع يفضل يقول لك مال صلاح مال صلاح، لا صلاح ملوش، صلاح دلوقتي مقدم شغل محترم جدا وبلغه الارقام.